وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 عاما. توفي الفنان السوري مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 عاما إثر نوبة قلبية صامتة في العاصمة دمشق. ولد الفنان الراحل في 31 من شهر يناير لعام 1958، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وقسم كلية الدراما والموسيقى، وحاصل على درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا. شغل الفنان السوري مأمون الفرخ منصب مدير مسرح القبانية في دمشق سابقا، ويشغل حاليا مدير مسرح الطفل والعرائس، وله عدة دراسات في المجال مثل سيكولوجيا اللعبة عند الطفل والنص الموجه للطفل. وشارك مأمون الفرخ في أكثر من 50 مسلسلا دراميا، كان آخرها الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة بشخصية أبو نكاشة، ومن أعماله أيضا أبو كامل، يوميات مدير عام، بطل من هذا الزمن، الخوالي، ليالي الصالحية، حاجز الصمت، بكرة أحلى، الانتظار، تخت شرقي، والدبور، وبواب الريح، والندم، ووردة شامية، ومسافة أمان. ومع الإعلامي السوري مصطفى الآغا الفنان الراحل، حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر وداعا الفنان مأمون الفرخ: إنا لله وإنا إليه راجعون، مرفقا ذلك بصورة للفنان الراحل. رحم الله الراحل وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله.